السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لماذا سميت حشرة فرس النبي بهذا الاسم؟ حشرة الصرعوف أو الراهبة أو أم طهارة أو جمل اليهود أو فرس النبي بالإنجليزية The Praying Mantis، هي حشرة تتغذى على الحشرات الضارة والمزعجة، ولذلك تعتبر هذه الحشرة صديقة للمزارعين والفلاحين لما لها من فضل كبير في تخليصهم من الحشرات الضارة للنباتات. وتتعدد ألوان هذه الحشرة وتندرج من اللون الأخضر الفاتح إلى اللون البني الداكن. تشتهر حشرة فرس النبي بحركاتها البطيئة وأرجلها الأمامية المنتنية في وضعية تشبه وضعية الصلاة أو الابتهال، حيث تكون الأفخاض في هذه الأرجل عريضة وتحتوي على أخدود مبطن بالأشواك الصغيرة. من مزايا فرس النبي أنه يتغذى على الحشرات، مما يجعله أفضل حارس للمزارعين من هجوم الحشرات وخاصة الجراد. والصرعوف يهجم على أي حشرة تتحرك أمامه، حيث ينقض على الحشرات بالكلابتين القويتين ويسرع في التهامها، فهو لا يتوقف عن الأكل، ويكون أكثر نشاطا خلال فصل الصيف حيث تقتل الحشرات الضارة بالحقول. لذلك يعتبر الصرعوف أفضل وسيلة للتخلص من الحشرات دون أي ضرر على النباتات. ومما يميز هذه الحشرة أيضا أنها الوحيدة التي تستطيع تحريك رأسها بدورة كاملة، ويمكنها البقاء دون حركة لفترة طويلة وهي تضع رجليها في وضع الصلاة أو الابتهال. بعض أنواع الصرعوف تأكل بعض الطيور والقوارض الصغيرة والسحالي الصغيرة والتعابين أيضا. ومن مميزاته أنه رشيق ويستطيع تغيير لونه ليتلائم مع لون البيئة التي يعيش فيها، ليختفي عن أعدائه ويوهم فرائسه. تتغذى حشرة فرس النبي على الحشرات التي تنتمي إلى أحد أنواع حشرة الصرعوف نفسها، ويمكن أن تتغذى على ضفادع الأشجار الصغيرة، كما أنه من الممكن أن تلتهم أنثى الصرعوف الذكر من نوعها نفسه، مثل ما يحدث مع أنثى العنكبوت التي تعتبر الغذاء المفضل لها. وتأكل الخنافس والصراصير كما تأكل حشرة الصرعوف السحالي والفئران. تعيش حشرة فرس النبي في المناطق المدارية الحارة كما توجد في المناطق الأوروبية الباردة، وتعيش هذه الحشرة في جميع المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتستوطن في أجزاء عدة من دول العالم مثل أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي جنوب إفريقيا، وفي أوروبا، وفي الأجزاء الجنوبية من آسيا، وبعض أجزاء من أستراليا. والجدير بالذكر أن تنوع أماكن معيشتها يعود إلى تنوعها، حيث يوجد أكثر من 2000 نوع من حشرة الصرعوف حول العالم. إن اسم فرس النبي غير مرتبط بنبي من أنبيائنا، بل إن كلمة النبي أو بالإنجليزية مانتس مشتقة من كلمة إغريقية تعني النبي أو الكاهن، وقد سميت فرس النبي أو الصرعوف المصلي بهذا الاسم بسبب انتناء أرجلها الأمامية وكأنها تصلي، وقد سماها الإغريق بهذا الاسم لاعتقادهم أن لديها قوة خارقة وأساطير دينية قديمة لا نعرف مصداقيتها. في القرن 19 الميلادي ابتكر أحد الرهبان الصينيون في معبد شاولين يدعى وونغ لونغ، وكان أحد الناجين من المعبد الذي حرق على يد جنود الحكومة أثناء حكم أسرة تشينغ ما بين سنتي 1644 و1912. بينما كان المعلم وونغ في المنفى ينتظر إعادة بناء معبد شاولين، قضى وقته بتحسين مستواه في الكونغ فو
وتحول إلى مقاتل وراهب شاولين، فابتكر أسلوبا قتاليا اسمه أسلوب فرس النبي. فهذه الحشرة هي من علمته هذا الأسلوب عندما كان يشاهد المعركة الحاصلة بينها وبين حشرات زير الحصاد وهي تتصارع حتى الموت. كان يشاهد حينها طريقة الدفاع والهجوم لهذه الحشرة التي قادته ليتخذ منها أسلوبا قتاليا يعتمد على عدة أمور: السرعة، الصلابة، المرونة، الثبات، وتستخدم أيضا فنونا قتالية مثل الركل، الضرب، الإسقاط والإمساك. وقد لاحظ حشرة السرعوف وهي تخدع عدوها بالميل جانبا وتسحبه إلى العراء، أي تجعله مفتوحا أمامها، ثم هجمت على حشرة زير الحصاد هجمة سريعة خاطفة وأمسكتها من مخلبها الأمامي حيث انتصرت عليها. ومن هذه الملاحظات وغيرها الكثير كون المعلم وونغ أسلوب السرعوف الخاص به. ومن أهم تقنيات هذا الأسلوب خدعة فرس النبي: النزول خطوة بخطوة مع مد الذراع إلى الأمام، النمر المتسلق فوق الشجرة، ضرب أذن الخصم، ضربة وحيد القرن، ضربتين بحركتين عكسيتين، دفع اليدين بالتتابع، رفع الخطافين، رفع راحة اليد مع الخطوة شبه القوسية، وغيرها من الكثير من التقنيات. ويتميز هذا الأسلوب بالسرعة، وتعني الحركات الرشيقة وتأتي مثل الريح مع مرونة حركات الهجوم والدفاع. الصلابة، وحركاتها تعني القوة الشديدة والشراسة، وكذلك تندمج في حركتها المرونة. المرونة تتميز بالهجوم المخادع المتغير في حركاته واتجاهه. الثبات، وهي تعني بساطة حركاتها وعدم تكلفها الشكلي، كما أن حركاتها تجري في خط واحد وفي مساحة ضيقة. من أنواع الأسلوب القتالي هناك نوعان: أسلوب السرعوف الشمالي وأسلوب السرعوف الجنوبي. ويختلف الأسلوب الشمالي عن الأسلوب الجنوبي اختلافا جذريا. ظهرت العديد من الأساطير والخرافات المتعلقة بهذه الحشرة، ومنها أنها إذا أكلها حصان أو بغل قد تؤدي إلى موته، كما أنها من الممكن أن تسبب العمى للأفراد إذا لامسوا لعابها. ولها العديد من الأسماء كالسرعوف أو فرس النبي أو الراهبة أو أم طهارة أو جمل اليهود. أذكر عندما كنت صغيرا كنا نأتي بحشرة فرس النبي ونضعها على كفنا، ثم نسألها عن طريق المسجد فتشير لنا بيدها إلى جهة القبلة، ثم نديرها شيئا ما عن محور دورانها الأول، ثم نعيد سؤالها مرة ثانية عن مكان طريق المسجد، فإلا وتشير إلى جهة القبلة. سبحان الله الخالق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.